متوسط هنكمل سلسلة immigration to Canada. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا. لو انت خلاص جيت كندا وهجرت كندا بيطلع لك كارد اسمه PR card, permanent residence card. طيب ده زي في امريكا green card لو بنسمع عن الهجرة في امريكا. PR card ده يبقى مدته 5 سنين. طب نفترض انت في كندا وعدى 5 سنين واكسباير, لازم ترينيو قبل ما تجدده قبل ما تمشي. طيب البي ار كارد بيبوظ امتى او بيبقى مش فاليد امتى او ممكن يسقط منك البيرمنتريزم الاقامه في كندا ممكن تسقط منك في خلال 5 سنين. لازم تقعد جوه كندا 730 يوم في خلال 5 سنين, مش مهم في الاول في النص, المهم في الاخر التوتال يبقى قعدت 730 يوم من 5 سنين, يعني سنتين من 5 سنين. تقعد 6 شهور بعد كده 6 شهور بعد كده 3 شهور, المهم في الاخر لازم تقعد جوه كندا سنتين من من 5 سنين 730 يوم. طب السؤال, لو انت جيت تجدده, تجديده بسيط ب $50 بياخد حوالي شهرين. لو انت جوه كندا اول مره بيجي لك في خلال شهر في 29 يوم بالظبط بيجي لك البي ار على البيت, وهو لازم يتبعت لادرس جوه كندا. خلي بالك البي ار كارد ما يتبعتش بره كندا. طب نفترض ضاع مني, رحت بره كندا ضاع مني او البي ار انتهى اكسبايرد, مده الصلاحيه انتهت, ايه الحل؟ اصلا ان انت تقدم على البي ار اصعب من الجنسيه, بياخدوا اوراق كتير ولازم الورق الطبي وحاجات تثبت ان انت جوه كندا. طب نفترض انت بره كندا راح منك او خلص, في حاجه اسمها permanent resident travel document, permanent residence travel document PRTD. PRTD ده اسمه single entry travel, يعني بيديك travel for single entry, بيديك document ورق تخش بيها كندا لمره واحده, لمره واحده بتطلعها من السفاره الكنديه في المكان اللي انت فيه. يبقى احنا عارفين لو انت جوه كندا لازم تجدده, ولو انت بره كندا مش محتاج تجمع اوراقك وتشيل هم الموضوع, اعمل البي ار تي دي اللي هو الايه البيرمنت ريزيدنت ترافل دوكمنت, وده هيخليك تخش جوه كندا وبعد كده تقدم على البي ار وهيجي لك على العنوان بتاعك. اتمنى المعلومه دي تكون فادتكم, وهحط لكم على الشاشه برضو اللينك بتاع البي ار تي دي وان انت تابلاي اونلاين. اتمنى كلكم تشتركوا في القناه عشان تدعموها, لو في بتستفاد باي معلومه يا ريت تشرفني وتسبسكرايب وتفعل زر الجرس, وهشوفكم في ان شاء الله الحلقه الجايه. شكرا.